رفعت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة تهاني حكومة مملكة البحرين بمناسبة الذكرى السنوية 70 لتأسيس منظمة الصحة العالمية. اندهزت الفرصة للتعبير عن عميق الشكر والتقدير للإشادة السامية التي حظي بها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين عبر الرسالة التي تلقاها سموه من سعادة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهنوم نظير الجهود الحثيثة المبذولة من قبل سموه على صعيد تطوير الرعاية الصحية الشاملة بالمملكة. جاء ذلك خلال بيان مملكة البحرين الذي ألقته سعادة وزيرة الصحة في المناقشة العامة بجمعية الصحة العالمية، وشددت سعادتها على أن البحرين أولت اهتماما كبيرا بتطوير خدمات الرعاية الصحية على جميع المستويات، حيث تتوافق الخطة الوطنية للصحة مع الرؤية الاقتصادية 2030 التي أطلق صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى في أكتوبر عام 2008. أشارت وزيرة الصحة الصالح خلال البيان إلى أن حكومة البحرين ملتزمة بتنفيذ التوجيهات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية حول موضوع التغطية الصحية الشاملة، وأكدت الوزيرة الصالح بأنه رغم التحديات التي تواجه الأنظمة الصحية إلا أن النظام الصحي بمملكة البحرين حقق نجاحا غير مسبوق عندما حصد مراكز متقدمة ضمن أفضل الأنظمة الصحية عالميا، كما سيتم الاستمرار في الوفاء بالتعهدات التي قطعت عندما تم الاتفاق مع المنظمات الأممية على أهداف التنمية المستدامة في عام 2015 والالتزام باتخاذ خطوات فعلية في سبيل تحسين صحة جميع الناس. Shall call upon the delegate from Bahrain. توفير الصحة للجميع والالتزام بتحقيق التغطية الصحية الشاملة عنوان المناقشة العامة في جمعية الصحة العالمية في دورتها 71 المعقودة في جنيف. البحرين ممثلة بوزيرة الصحة أكدت التزام المملكة بتنفيذ المعايير الدولية الخاصة بالتغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة الهادفة للحصول على الرعاية الأساسية والأدوية واللقاحات الآمنة عبر خطوات اعتمدت في هذا المجال. من بين أهم الخطوات التي تم اتخاذها بهذا الشأن في المملكة هو مشروع الضمان الصحي الوطني، والذي تم إقراره من قبل المجلس البرلماني البحريني قبل شهر من الآن، وتعتبر هذه الخطوة نقلة تاريخية في مسيرة تطوير الخدمات الصحية في المملكة، حيث يهدف المشروع إلى توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة والاستدامة المالية وتكفل الحرية للجميع في اختيار مقدم الخدمة الصحية وتقديم خدمات صحية عادلة وتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق كافة الأطراف المشاركة في الضمان الصحي. هذا بالإضافة إلى إقرار الخطة الوطنية للصحة للأعوام من 2016 إلى 2025، والتي تعتبر مدخلاً لسلسلة من الإصلاحات للقطاع الصحي العام والخاص في البلاد. النظام الصحي حقق نجاحات ملحوظة في البحرين وحصد مراكز متقدمة مقارنة مع أفضل النظم الصحية في العالم. من القضايا الكثيرة، هناك كانت مداخلات كثيرة لمملكة البحرين في كافة البنود التي تم مناقشتها في الاجتماعات، ومن ضمنها موضوع الأدوية، خاصة بأن النقص العالمي للأدوية تم الإشارة إليه، والحمد لله نحن في البحرين استطعنا أن نتفادى مثل هذه المشكلة العالمية. وبالتالي أيضا هناك ما يتعلق بمشروع الضمان أو قانون الضمان الصحي الذي يتوافق وينسجم مع تحقيق التغطية الشاملة الصحية في مملكة البحرين. البحرين أعلنت عن فتح باب التقدم إلى جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة لتمكين المرأة التي أطلقتها البحرين بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتهدف لتمكين المرأة وتفعيل دورها كشريك متكافئ. تحديات كبرى تتعلق بصحة الشعوب طرحت في مؤتمر منظمة الصحة العالمية، والبحرين شريك متكافئ للمنظمة الدولية في الدفع بعجلة التنمية المستدامة في كافة المجالات ولا سيما في مجال الصحة. من مقر الأمم المتحدة في جنيف، دينا أبي صعب، تلفزيون البحرين.